كارثه بيئيه. هذه الكارثه كنقولوا هذه ولات عاده عندنا، هذه دائما هنا في هذه المنطقه، دائما كيجوا كينقوها. مني كنهضروا في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الجرائد الالكترونيه او مني كنمشوا عندهم للمكاتب تاعهم، كيجوا كيديروا واحد زعما واحد كيجمعوا واحد رمات في العيون. يعني ما كيديروش. حنا بينا راه تدبير النفايات المنزليه راه هو تدبير يومي. حنا راه عندنا مره في الاسبوع او مره في الشهر او مره في 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 في, في الشهرين يعني، وطالبنا بحاويه الازبال. حتى هذه راه باقا من ايام الشركه ديال دوك الشركات اللي كانوا قدام، ماشي ديال هذه الشركه، لان هذه الشركه اللي جات جديده راه ما عندها حتى شي حاجه. هذه الشركه جات الا جابوها الا من اجل باش يخدموا او يشتغلوا ابناء ديال الرعايا ديال رئيس العائله تاعو، عائله ديال هذا السيد النائب، هاد الناس ديال السلطه يخدموا دوك الاحزاب. يعني هذه مصلحه حزبيه او مصلحه شخصيه. هذه الشركه ولات مصلحه كتخدم اجنده المصالح ديالهم هما، ديال العائلات تاعهم. الا درنا فتحنا شي تحقيق غنجيو نلقاو النائب عنده ثلاثه الناس، النائب اللي كان قبل منه توا عنده ثلاثه، الرئيس. وهذا المكان هذا هو اللي جا السيد العامل وقال لهم هذه البؤره سوداء، وجاو باش يحيدوا الزمن جاو جابوا واحد الطراكس وسرحوه. سرحوه ماشي حيدوه، سرحوه. حتى راه باقا الميكا، راه باقا تشوف هاد الحاله كيديري هادي. وحنا الميثاق الجماعي الا مشينا ليه راه الرئيس هو المسؤول الاول على هاد النفايات. علاش؟ قال لي واحد المثل كيقول لي، قال لي باه طاح في السوق، قال لي من الخيمه خرج مايل. هذا الرئيس من نيجا راه باين، راه باين هذاك الشيء. ماشي غنتكلموا عليه، هذا الشيء راه حشومه وعار. هذا الشيء ماشي خاص هو بينما خاص الجديه، خاص المعقول، خاص المسؤول يكون قد المسؤوليه تاعو، لانكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النهار اللي غنطبقوا هذه وغيكون هذاك السيد اللي هذاك الرئيس ولا هذاك النائب الرئيس ولا اللي مكلف بقطاع النظافه يكون واحد الانسان يعني قاد بالمهام تاعو، ما غيكونش هذا الشيء، لان هذه مسؤوليه الجميع. واش المواطن عنده بركاسه وحده؟ وإلا جينا نحسبوا الدائره 30، هذه الدائره 30، كاينه الدائره 30، هذه الدائره 30 هنا في كاينه. هذه الدائره 30 شحال فيها تاع السكن؟ راه فيها 1200 دار. واش 1200 دار عندها هاويه وحده؟ 1200 كاينو. 1200 راه 12. انا راه بين بالتدقيق راه الدائره 30 هذه اللي كنسكنوا فيها حنا. حسن علاش هما كيتخوفوا من الكاميو يرجع يدور كما كان قبل؟ لان هذاك الكاميو اللي كيرجع يدور كان هذيك الساعه حنا كنا هانيين، ما كانش عندنا هذه المشاكل. راه هذا الشيء قلنا، كانت عندنا ديك النائبه ديال ديك الممثله ديال قطاع النظافه جات عندنا هنا وقالت لك بدي حنا تقدمنا. قلنا لا، حنا فين تقدمنا؟ حنا باقي كنعيشوا هذا الشيء. دابا الشركه خاسره في الكاميو الى دار، غتخسر المازوت، كيحطوا الحاويه وكيخلوا هذا الكاميو. وهذه الشركه لا تمتلك مكناسه، هذه الشركه لا تمتلك معدات منذ مجيئها الى هذه المدينه. شكون اللي غيحاسبها؟ لان غنقولوا اولا تحمل المسؤوليه كيتحملها رئيس المجلس البلدي، السلطات المحليه ما كديرش التقارير تاعها. راه حنا نقولوا الواقع، راه حنا ما عندنا لا اناره لا نظافه لا تعبيد الطرق، والجانب مهمول. راه خاصنا، علاش طالبنا بمجلس المدينه، بالمجلس بالمدينه تقسم الى جوج المجالس، الشمال والجنوب، باش حنا تعطانا حقنا في هذه المدينه. راه ما معطيناش حقنا في هذه المدينه. راه حنا مشينا في تقريبا في هذا الشهر راه ثلاثة المرات. دابا حنا يا استاذ وحنا كنمشوا للاداره وكنطرقوا الباب وكيخرج عندنا مدير المصالح ويبرك علينا بشي زفوط وبشي كذوب، وراه ما كاين لا حياه لنا. حنا كاملين نريد ان نسوق للمدينه شيء جميل، لكن هادو اللي دعموا هاد المهرجانات ودعموا، علاش اللي ما يدعموش النظافه ويدعموا الاناره بعد الثلج هاد الزائر وبغى يشوف وسط المدينه يجي يشوف الحاشيه تاعها يتسارى وراه كيدوروا. واش قال لي كما كيقول لك العكر فوق الخنونه، راه هي هذه، هذا هو العكر فوق الخنونه. غنسموه حنا العكر فوق الخنونه، المهرجانات والعيطه والزبل داير بها والاناره ما كايناش. اش غنقولوا؟ منين غيجي هذا السائر وغيلقى الناس فرحانه؟ ها هو دوز اليوم النشاط، غدا غيب يدور يشوف المدينه كيدايره، يشوف الحاشيه تاعو يتسارى ويلقى هذه الكارثه البيئيه، اش غيقول؟ ما غيقولش العكر فوق الخنونه. اذا الهيئه المنتخبه السياسه ما معاونينش. وحتى حنا ما كاين، هي السياسه ما بقيناش كندخلوا السياسه، حنا كنستعنوا دابا بالناس. علاش؟ لان السياسه الا ما قدرتش الا ما دبرش الشؤون تاعها، شكون اللي كيتدخل فيها؟ الداخليه هي اللي كتدخل، هي اللي كتجبد العصا تاعها وتعطيها. يعني شنو العصا تاعها؟ هي الستيلو، هي الاقالات. كهيئه منتخبه
راه المواطن هو اللي كي راه المواطن ماشي المواطن راه دار اللي عليه المواطن صوت دار اللي عليه ولكن مني هذا السيد ما كيديرش ما كيقومش بالعمل تاعو يعني وكيتشكى وكينوض كيحط الشكايات الداخليه كتدخل كتقوم بالغرض تاعك كتقضي الغرض يعني الا ما تدخلش حنا لا ما نصفناش لا ما نصفناش الناس تاع الداخل شكون غينصفنا حنا فين غنمشيو راه كنمشيو ليه راه كنطرقوا جميع البيبان راه حنا ورا عرفتي هاد المنطقه هاد المنطقه اللي حنا فيها راه التصاور تاعها مشاو لوزاره الطاقه والمعادن والبيئه مشاو للوزاره الداخليه مشاو لعند السيد العامل ورا عده شكايات درنا ورا هاد الناس ما بقوش كيتصنتوا لهادشي ديتي كتابي ما كاينش درتي هضرتي في المواقع التواصل وفين غنمشوا استاذ محمد بوصاردي هو من ضمن الناس الساكنين بهذا الحي كما كتشوفوا الله يخليكم بان هاد النفايات راها دخلت بالضرر ديالها للمنازل ديالنا وبان الحق واحد الضرر بالاطفال ديالنا حيث انتشار الامراض حيث كذلك انتشار الحشرات السامه العقارب كذلك الفئران والجردان الى غير ذلك. لقد سبق لنا ان نادينا وطالبنا المسؤولين عده مرات والتحقنا بهم في مكاتبهم وحكينا لهم ما حكينا حول هذه المزبله ولكن لا مناديا لينادي هذا الساكنه راه كتعيش واحد الازمه خانقه في هذا المجال وحنا كنطلبوا الان من المسؤولين باش يلتفتوا لهذه المساله ويعطونا حقنا كمواطنين نحن مواطنين نعيش في بلدنا ونريد ان نعيش بكرامه لان الكرامة ديالنا داست بهذه الأشياء وأنت تلاحظ أن هناك الحيوانات كذلك ترعى هنا في الأزبال الأطفال لا يجدون أين يلعبون فهم يلعبون في الأزبال هذه كارثة طبيعية وإحنا مع الطبيعة ومع البيئة خاصنا نحافظوا على البيئة لأن حياتنا هي بيئتنا مش هاد الناس ما كيجيوش تنقل كاميو ما كيجيش كيجي ولكن بواحد فترات متقطعة ما كيجيش دائما فترات متقطعة أنت كتشوف كون كان كيجي هذا الكاميو غتشوف هذا الشيء كامل غادي يحيد كون كان يجي الكاميو غتشوف هذه المسائل نقية وهذه مدرسة دابا هذه راه مدرسة يدرس فيها أطفالنا هذه مدرسة الباية مدرسة ابتدائية يدرس فيها الأطفال ديالنا كيف يمكن لهذه المدرسة أن تعيش هذه الأزمة ديال الأزبال وهذه الرائحة الناتئة التي تنتشر هنا وهناك وهل هؤلاء الأطفال في نظركم سيعيشون عيشة راضية سيعيشون عيشة مطمئنة سنطمئن على أطفالنا برضو غادي يتصابوا بأمراض متنوعة طبيعة الحال نحن الكبار قد لحق بنا امراض العيون نحن الكبار وما ادراك الاطفال عينيا ها هما فيناهم عينيا ضاريني وسبب لنا المرض وكيدخل لنا الدبان وكيدخل لنا الخنز واليوم حنا جينا نطالبوهم يعطونا النظافه ويعطونا مال المدينه كيديروا لنا النظافه يحيدوا الزبل ويديروا غسل الشوانط وحنا مالنا حنايا مقهورين قاعدين في وز الزبل ناكلوا في وز الزبل نعسوا في وز الزبل الخنز كاين داير بينا الدبان الضو ما كاينش على حنايا ما حناش مسلمين ما حناش مع الناس واليوم خاصو يجي العامل يشوف واش كاين يجي يشوف هذا الشيء ويجي يشوف المسؤول يجي يشوف هذا الشيء وغينا يتنقى الدنيا واش غنقول لكم؟ لا 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 واش الريحه كتبصركم؟ الريحه عاود دخلت تشوف درنا سانيكر وما بان، درنا الريحه ما بان، درنا الشيح ما بان، واليوم اسيدي غنموت واقفين. دبان داخل لينا حتى للدار، والله القسم باقي دوكا عاود تشوف. ما خلينا ما درنا، واليوم وين حيدوا الزبل وجيبوا لينا الضو. هاد خشب ثلاثة.